لتعرب عن فرحته الكبيره وافتخاره بانضمامه للنادي العريق اي سي ميلان إنه لشرف عظيم لي أن ألعب لهذا النادي العريق ومع أسماء كما كنت أنتظره منذ مدة، فعلا كانت مفاجأة كبيرة لي حيث كنت معارًا من كوينز بارك رينجرز إلى فرهام لموسم واحد. وحين طلبني فريق اي سي ميلان فعدت ما بوسعي لأنه ببساطة فخر كبير لي أن أحمل قميص الميلان، وليس من السهل أن تحقق ذلك. حين أخبرني مدير أعمالي أن الفريق الإيطالي مهم. آمني السيد غالياني في الهاتف وأخبرني أنه سيفعل ما بوسعه لجلبي للنادي، حينها فقط تأكدت أن الأمر حقيقة وأنني بت على أعتاب نادي كبير. بعدما وصلت إلى ميلانو زرت ملعب سان سيرو العريق وزرت مكان التدريب، التقيت الجميع والطاقم الذي يعمل هناك وشاهدت كل شيء عن كثب. ميلان يتوفر على لاعبين من الطراز الرفيع أمثال كاكا الذي حصل على الكرة الذهبية. بكل صراحة الاستقبال كان حارا وفي المستوى خلال الحصة التدريبية الأولى حاولت التأقلم مع الأجواء الجديدة لكن الحصة التدريبية الثانية كانت جيدة حيث أحسست أنني تأقلمت مع المجموعة أشعر أن موهبتي ستتفجر هنا بشكل أكبر وأنني أستحق اللعب لهذا النادي في أول تصريح